يتشو سلام عندك نبريدي لاني البويب غلطان دي سمو غليس سمو تساق غليس شد هارتس شد هارتس وغوري ثمانية سوق السلية وتكشم غرام إذا شو سجن لا تسجناتين لا تلفزيون لا يوتيوب لا الفيسبوك سجن مرنت مولي ويرنا ولدي ما سمغال فتن دي سموز سوالي ارت عمل دي سير واتساب نغا دي سكايب نغا نسمي عبارة كيكينيكات دين إلى يخصن تنجيليز الغاشين أن يلس الصادينا السمر الحياة من تمرس. زميلين علي عمورة رفيق سحالي على مساعدة الانفصال. حلم أم كابوس بالنسبة لي؟ أقول لك دعني نعلق لك على هذا القرار. هذا رجل ضيع حياته في الترهات والخزعبلات والأحلام البائسة. الرجل غير موجود معنا نعم. في الاستوديو. تمنيت أنه لو كان حاضرا لوجها لوجه تمنيت أن يكون حاضرا لوجه. لا يمكننا أن نتحدث عن شخص غير موجود. نعم. أجيبك بوضوح. نعم. الانفصال بالنسبة للأمازيغيين الجزائريين خط أحمر. الجزائر وحدة واحدة لا يمكن أن تنفصل. استفتاء. الجزائر. هل تقبلون باستفتاء؟ الجزائر أمازيغية بناها الجميع، حررها الجميع، يحافظ عليها الجميع. أنت ضد الاستفتاء؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه مرت على الجزائر ترهات قام بها أمثال هؤلاء في إلغاء سنة دراسية كاملة ما بين 1994-1595 من أجل المطالبة بتدريس اللغة الأمازيغية، وهم كمسؤولين وكرؤساء في هذه التنظيمات قاموا بتدريس أولادهم خارج الولايات وفي المناطق. ولكن يعني أنتم تؤمنون بالديمقراطية؟ نعم. الاستفتاء إذا كنت تقول أن غالبية الجزائريين يرفضون الانفصال، غالبية الاستفتاء يرفضون. يعني ما ضرر الاستفتاء؟ ولكنه يضيع الوقت. نحن لسنا من أجل تضييع الوقت مع هؤلاء الناس. نحن الآن نعمل على بناء الجزائر وليس على تضييع الوقت. دعني أسأل فتيحة رحموني، أنت يعني ناشط عن أجل استقلال منطقة القبائل. اليوم في زمن الاتحادات، دول تتحد، الاتحاد الأوروبي، دول البريكس، يعني لبناء يعني قوة أكبر، ما نفع الدويلات؟ ما نفع الانفصال؟ أولا لماذا منطقة القبائل؟ لماذا الحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل لحقت أنها تطلب اليوم الانفصال عن الجزائر؟ لازم نولوا للسنوات، لازم نولوا للتاريخ. منطقة القبائل كانت من يعني الأبرز كانت من أبرز يعني المناطق التي ناضلت من أجل الوحدة الجزائرية. إلا أنه الجزائر رفضت الحكم الاستبدادي الجزائري، رفض في كل مرة في كل ما يريد يجيب بالرصاص يجيب. دعني أسأل فقط لو سمحت. اليوم أنتم ترفضون هذا الحكم، لماذا لا تحافظون على وحدة الأراضي وتحاولون تغيير الحكم ربما؟ لماذا تطلبون الانفصال؟ كيف نتكلم على الوحدة على الوحدة الوطنية أو وحدة الأراضي؟ لأن المشكل ما راهوش في وحدة في لكن أنتم متصاهرين على مشكلة مختلفة. المشكل ما راهوش في وحدة في وحدة الأراضي. حتى لو أن غدا منطقة القبائل تكون عندها الاستقلال تاعها، ما ننسوش أن عندنا تاريخ مع الجزائر، ما ننسوش أنه عندنا تكون العلاقات مع الجزائر. إلا أن الحكم الجزائري هو عربي مسلم عربي، بأي حق ينزع مني هويتي؟ بأي حق يطلق الرصاص على أبنائي؟ مثلا زينة عمراني هنا أمازيغية في شمال إفريقيا، أو أنت تؤيد انفصال منطقة القبائل في الجزائر؟
أولا اسمح لي أن أقول أنه لدي تقدير خاص للزعيم السياسي فرحات مهني والذي أعرفه شخصيا والتقيت به مرارا في منطقة القبائل وفي بلدان أخرى. هو زعيم سياسي محنك له مطالب ويمكن أن يفدي حياته من أجل الوصول إلى أهدافه. طيب منطقة القبائل لها خصوصية تاريخيا، فالشرارات القديمة للنضال الأمازيغي انطلقت من القبائل إلى درجة أن هناك يعني بالمغرب نقول كونت إل بلو أون كابيلي أون ريكولت أو ماروك، عندما تنطر في منطقة القبائل نقصد في المغرب. نعم أثر على مجموعة من دول شمال إفريقيا، ليس المغرب وحسب بل في تونس وليبيا والشمال والدول الأخرى. نعم يعني النضال الأمازيغي في منطقة القبائل راكم تاريخيا كثيرا من 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 سنوات. نعم أعرف، لا أعرف لماذا ضيفنا يعني ضيف حسين يعني له لا يريد أن أنا أدعو له صراحة من التخلص من عقدة العروبة والانتساب إلى أمازيغيته، ليست عقدة وإلا افتخار، بالرجوع إلى مصطلح العروبة. العروبة هناك عقدة، ليس هناك، أنا أقول وأكرر شمال إفريقيا ليست دول عربية. يجب التفريق بالحديث بين العربية والانتساب إلى العروبة. عندي سؤال لك اليوم، يعني لو ظهر مشروع، لو ظهر مشروع إقامة دولة أمازيغية في المغرب، أنت توافق وتدعم هذا المشروع؟ أنا إذا كنت تودين الحديث عن الحراك الريفي حاليا، أنا واكبت هذا الحراك الريفي، بل شاركت حتى في جنازة الشهيد محسن فكري 28 أكتوبر من السنة الماضية، وحضرت تظاهرات في منطقة الحسيمة إلى آخره، وأعرف جيدا الحراك الريفي. ولكن أجبني على سؤالي، أنت تقبل بدولة أمازيغية في المغرب؟ أنا واكبت هذا الحراك والمطالب الريفية مثلا في شمال المغرب ذات طبيعة سياسية ولكن سوسيو اقتصادية. الحراك الريفي استطاع أن يهزم دولة المخزن لدرجة أن وزارة الداخلية، وزير الداخلية حاليا يطلب يعني الحوار مع ممثل الحراك، مع مع رفاق ناصر الزفزافي الذي أوجه له. طيب ولكنك لم تجبني على سؤالي. الحراك الريفي حسب ما نعم أنا سأجيب حالا، ما أعرف عن الحراك الريفي أن هناك الأكثرية، هناك مناضلي الحركة الأمازيغية في الحراك الريفي، وهناك مطلب للحكم الذاتي في الريف. نعم. ويعني هناك أصوات تنادي بالانفصال. أنت مع؟ يعني في 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 أنت مع هذه الأصوات؟ لا، الحراك الريفي يعرف أولوياته. ما أعرف عن الحراك الريفي، ولكن في إطار الجهوية الموسعة أعتقد أن منح الحكم الذاتي لمناطق على غرار مناطق الجنوب، أو لأن الآلة القمع لن يولد إلى الانفجار، وقريبا مثلا سوف نرى مطالب من هذا القبيل في جنوب شرق المغرب الذي يعاني الولايات من التهميش. تريد أن تقول شيئا باختصار قبل أن نذهب إلى مشاهدة شيء؟ تفضل. قلت وأعيده أن الانفصال خط أحمر، لأن منطقة القبائل منطقة من المناطق الجزائرية، الصحراء الشاورية هي منطقة من المناطق، وهذه كلمة انفصال هي أحلام بائسة. لماذا لا يمكن أن يكون هناك انفصال في الجزائر؟ لأن أغلبية الشعب ضد هذه الترهات. والأمور الثانية على أن منطقة القبائل الآن رسمت اللغة الأمازيغية في منطقة القبائل وفي الجزائر كلغة رسمية وطنية. أعطيك مثال النشرات الإخبارية بجميع اللغات واللهجات الأمازيغية. سيدتان تضحكين. نعم. الأمور التنموية والاجتماعية والاقتصادية في منطقة القبائل مثلها كالمناطق الأخرى. لماذا لا يكفي؟ في هذا إذا عرضت الناس التي تبحث عن الانفصال إنما تبحث عن زعزعة واستقرار الجزائر فقط. أسألك سهران، هل هناك تعميم؟ هل هناك تعميم للغة الأمازيغية؟ أن هذه القرارات لم تنفذ. نفذت. ضر الغبار في الأعين. سمحي لي مادام يتكلم على الجزائر. نعم. كيف هذه القرارات نفذت؟ نعم. الدستور، المادة الثانية من الدستور. نعم. الإسلام دين الدولة، المادة الثالثة. نعم. من الدستور دين الدولة غير الإسلام.
اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الوطنية في الرسمية. كل ديانة هي العلاقة بين هي العلاقة بينك وبين خالقك. لغة رسمية للجزائر، ماذا تريدين فوق ذلك؟ كلمة لزينة فقط. كيف تريد أن تكون وليا على الله في الأرض؟ لو سمحت. تريد أن تكون وليا على عن الله في الأرض؟ بأي حق؟ يعني هناك عدة أديان سيدي، هناك عدة أديان ربما حتى في الجزائر، يعني هناك تنوع. طيب سؤال باختصار شديد، تخيل لو أن الأمازيغية انتصرت في شمال أفريقيا. نعم تخيل، وهذه أمنية. دعني في أي مجال تنتصر؟ دعني أكمل، تركت لك المجال. نعم. دعني أكمل. نتخيل أن الأمازيغية أصبحت اللغة الرسمية في شمال أفريقيا، وأن الدولة الأمازيغية، أن كل الدول شمال أفريقيا، سأقولها بطريقة أخرى، أن الجزائر الدولة الأمازيغية الجزائرية، جمهورية الجزائرية الأمازيغية، ماذا سيكون ردة فعل العرب أو المستعربين؟ ماذا ستقول أنت؟ وأجبرك أن تكون فقط اللغة الأمازيغية. ماذا ستقول؟ يعني هي تحاول أن ترسم لك صورة معكوسة. معكوسة. أريد أن أسمع. يعني هناك فئة تشعر بالاضطهاد. نعم. حسين يعني. نعم. وهذا واقع. واقع. ما هو الجواب؟ أن نقول أن هناك ليس اضطهاد، أم أن نبحث أكثر عن عدم، يعني عن إنهاء هذا الاضطهاد؟ لما تقول لم تكن اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية. أنا أعطيت لك سؤال، تخيل معي وأعطي الإجابة. اللغة الأمازيغية لغة رسمية متوجهة. دهمنا الوقت. أنا يعني أحرص دائما على طرح أسئلة المتابعين على مواقع التواصل، المتابعين في فلك الممنوع. سأبدأ في السؤال الأول أو التعليق الأول لك زينة. سيد علي إسماعيل من طنجة يقول: أنا أمازيغي مسلم ولا نريد أي دولة لنا، فنحن جميعا تحت راية الإسلام، وهي البوتقة الوحيدة التي تنصر فيها هويتنا سواء كنا عربا أو عجما، ولولا الإسلام لكنا نحن الأمازيغ في خبر كان. سأقول له: ومن آياتي، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياتي اختلاف ألسنتنا وألواننا. الله خلقنا في الأرض آية، فلماذا نرفض خلق الله؟ فلماذا تريد أن ترفضني؟ لماذا تريد أن تلغي هويتي؟ حسين بن جدوان من الله. علي بن حمو من جلميم يقول: العرب في شمال إفريقيا ما هم إلا قوى استعمارية لابد وأن تزول يوما كبقية المستعمرين على مر التاريخ، ليتسنى للشعوب الأصلية أن تقوم بأوطانها الحرة. عليه بمراجعة التاريخ فقط، هذا ما تقوله؟ طيب ستكون مشكلة. فتيح الرحموني عبد الجبار من الجزائر يقول: مثلا في الجزائر الأمازيغ والعرب متناسبين ومتصاهرين، فات الأوان لتفريقتنا، تأخرتم كثيرا في زرع الفتنة، ابحثوا عن حل آخر. مدام الجواب تاعي، مدام أن الأمازيغ والعرب متناسقين، أين هما الجزائريين هذو أو العرب أو الأمازيغ الجزائري؟ حينما أطلق الرصاص على إخواني في منطقة القبائل 327 سكتوا لها، حينما اليوم جزائري من منطقة المزاب كمال فخار يموت في سجن، والجزائريين مشتغلين بالوحدة الوطنية التي اخترعوها. وصل الوهم. وصل. سأسأل منير كجي من الرباط تعليق لنجم من تركيا. نجم يقول: الأمازيغ شعب مضطهد منذ القدم، ولهم الحق في إقامة دولة خاصة بهم. ماذا تقول له منير؟ أعتقد أن الإشكال الأساسي، وهذا ما يجب أن يفهمه المستمعون الكرام، أن الإشكال الأمازيغي لم يعد مرتبطا باللغة أو الهوية. الإشكال الأساسي مرتبط بالأرض. حاليا في المغرب هناك آلاف الهكتارات يستولي من منطقة وجدة إلى منطقة طاطا، يستولي عليها قطريون وإماراتيون وكويتيون وسعوديون. نعم. المشكل مرتبط بالأرض. طيب. المشكل بنزع الأرض. 15 مليون هكتار سوف يتم. سيدي الكريم، للأسف دهمنا الوقت، يعني النقاش في فلك الممنوع لا نهاية له. سيدي دهمنا الوقت. مسيرة للنساء والأطفال. وصلت الفكرة، دهمنا الوقت. النقاش في فلك الممنوع لا نهاية له، نترك لك ولك ولكل